مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان إلى عدد هذا الخميس من ضيفي الصباح. قبل أن نفتتح عدد اليوم لا بأس بأن نحيي مجددا شهدائنا في تحطم الطائرة العسكرية أمس، ونجدد الدعوة ونوكل رغم رحمة التضامن بين أطياف الشعب الجزائري. يعني بالأمس كانت لدينا جولة إلى عائلة أحد ضحايا بالعاصمة، هم بحاجة إلى زيارتكم، إلى مساندتكم، إلى طمأنة وإلى كلمة طيبة. رحم الله شهداء تحطم الطائرة العسكرية 257 وألهم ذويهم الصبر والسلوان. لكم التعازي من كل طاقم برنامج ضيف الصباح الإذاعة الوطنية، والتجند للجميع واجب، خاصة في مثل هكذا أزمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم ضيفنا ضمن برنامج ضيفي الصباح وعشية انطلاق الطبعة 11 أيام العلمية والتقنية للصناعة تراك بدءا من الأسبوع القادم بوهران، الخبير الطاقوي رئيس المدير العام السابق للصناعة تراك ونائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز السيد عبد المجيد عطار. سيدي أهلا. أهلا سيد أعطار، الموعد الأسبوع القادم مع أيام تقنية يراهن عليها مجمع صناعة تراك ووزارة الطاقة لخطوة أهم في مواعيد سابقة والتي انطلقت يعني منذ قرابة 24 سنة في 94 لمقتل يعني 94. بالفعل كانت عدة خطوات، ربما كان آخرها قبل موسم أو موسمين الرهان على المورد البشري، إعادة نظر في طرق استقطاب الشركات الأجنبية لتسهيل استثمارات أكبر في مجال الطاقة. لكن اليوم ما هي الأولوية في نظركم انطلاقا من تجربتكم ومساركم والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مجال الطاقة لدى مجمع صناعة تراك؟ الأولوية فيما يخص صناعة تراك لأنها شركة نفطية هو إعادة تجديد الاحتياط، لأن تجديد الاحتياط فيما يخص النفط والغاز، لأن على بالك النموذج الطاقوي موديل الكونسوماسيون تاع البلاد متركز كله حاليا اكثر من 99% على الغاز والنفط. اذا الاولويه هذه لان مازال لمده 10 سنوات ولا بالك اكثر ما يزيد، يعني النموذج الطاقوي راح يكمل يمشي ويكون مركز دائما على النفط، يعني حتى ولو انطلقنا وحتى لو نسرع يعني في تنفيذ دخول الطاقات المتجددة، لأن كاين برنامج تاع 22,000 ميجا وات اللي هو مسطر من طرف الدولة ووزارة الطاقة، لكن هذا يطلب وقت ثاني، يطلب وقت. إذن لازم الأولوية هي تجديد الاحتياط للرينوفالمون دي ريزيرف، وهذا متركز على كل حال، لازم قانون، لازم كما نقولوا احنا امكانيات بشريه، لازم دخول تقنيات جديده، لان الاستكشاف اللي راح يصعب، يعني كل ما نكتشف برميل اليوم او متر مكعب من الغاز تحت الارض، يعني هذا نقصان من الشيء اللي مازال باقي تحت الارض في المستقبل، وهذا الشيء طبيعي. وانا خليني سيدي الكريم يعني نبقى معكم، ولكن مع النقطه الاولى ذكرتم القانون، يعني ربما اليوم او في الاسابيع والاشهر الماضيه كان في حديث كبير عن القانون المرتقب، قانون المحروقات الجديد، وزير الطاقه يعني تكلم عليه، ولكن وفقا للقاءات السابقه في الاسابيع الماضيه وفي احد مواعيد هامه للغاز والطاقه ومع متعاملين اجانب وليس جزائريين، هم ينتظرون ربما بدقه ما سيجري، ينتظرون. عفوا سيد عطار، ما هي الاهميه التي يجب ان يحتوي هذا القانون ونحن نتكلم عن السعي لاستقطاب شركات اجنبيه بالنظر ربما لقدراتنا، لكن لحجم وعاء الاستثمار في مجال الجزائر هو بحاجه في نهايه المطاف دائما لشركه اجنبيه كي تبعث وتطلع. يعني شوف، هو لماذا قانون؟ لماذا قانون في ميدان المحروقات؟ بالك لازم شوي نرجع شوي للوراء. يعني في بداية الثمانينات كانت أزمة ثانية كذلك، كان البرميل انخفض، مداخل تاع الجزائر انخفضت، لأن يعني حتى في هذاك الوقت كان الاقتصاد نتاعنا متركز كله عن مداخل نتاع النفط، يعني الريع النفطي. ولا زال إلى الآن. إذا الجزائر فكرت واشتغلت
دارت قانون جديد اللي هو كان قانون 86 معروف. قانون 86 بدا في سنه 86 لما كما نقولوا احنا وافقت عليه السلطات، بدا يطبق في الميدان باش يطور باش يشجع الاستكشاف في الجزائر، البحث عن النفط والغاز، خاصة بالشراكة مع الشركات الأجنبية اللي يعني كما نقولوا احنا الماتريز التكنولوجية قدروا يتحكموا في التقنيات الجديدة، لأن من راح يصعب الاستكشاف والإنتاج ثاني كذلك، من راح يصعب يتطلب استثمارات ضخمة، تقنيات جديدة اكسترا. دونك هذا هو الشيء اللي خلى الجزائر يعني تحاول تجلب شركات أجنبية في بعد سنة 86. في التسعينات ثاني كذلك كان فيه تغيير، لأن قبل 92 أو 93 كان الشركات الأجنبية كان عندها حق فقط في النفط، ولكن في الغاز لا، لما يكتشفوا غاز الغاز يرجع 100% للدولة. إذن كان يعني تحتمت على الجزائر باش تفتح الباب في ميدان الغاز في مخص الاكتشافات. في وقت غزالي، كان غزالي هو وزير رئيس الحكومة، غيروا القانون بعدها يعني وصلنا دراك، وبالمشاركة مع الشركات الأجنبية دارت اكتشافات هامة جدا في التسعينيات، رغم الوضع الأمني اللي كان موجود. الاكتشافات يعني أكبر اكتشافات، ويعني سواء في الضخم ولا في الحجم نتاع النفط ولا هذا نديروا يعني. في التسعينات هما اللي راهم ينسجوا اليوم، زياده عن حسن سعود وحسن رمان اللي اكتشفوا في 56. نعم. اذا بعدها ثاني كذلك نظرا للتطور يعني وضعيه الميدان المنجمي للدومين المينيم اللي راح ينقص يعني احتمال الاكتشاف، كان لازم يتغير القانون. في بداية 2000، في 2005 تغير القانون مرة، 2006 تغير مرة ثانية، ومن بعد 2013. ولكن لما نشوف للوراء يعني ندير الحصيلة نشوف باللي هذه التغيرات الاخرين هذو ما جابوش فايدة كبيرة في ميدان الاستكشاف. يعني حسنوا على كل حال، الشراكة مع الشركات الأجنبية، حسنوا مثلا المداخل فيما يخص الريع وفيما يخص فيسكاليتي اكسترا، ولكن فيما يخص تجديد الاحتياط ما كانش كثير. كيف يتم ذلك؟ كيف يتم تجديد الاحتياط السيد عبد الله؟ باكتشافات جديدة أولا، هذا يعني من الأحسن تعمل اكتشافات جديدة، يعني تلقى كما نقولوا احنا دي فوليوم سوبليمونتير، كميات جديده من النفط والغاز تحت الحقول جديده. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني هو تحسين نسبه الاسترجاع من الحقول اللي موجوده، يعني لو دو ريكوبيراسيون، لان حاليا مثلا نعطيك مثال حسين سعود حق نتاع النفط، الان لما نعمل حصيله نتاع الاحتياط الكميات النفط اللي نقدر نسترجعها من الحقل، حاليا المعدل هي ما بين 27-28%، ما تقدرش تنتج كل النفط اللي من تحت الارض، يعني مستحيل يعني. اذا ولكن التقنيات من راح تتحسن، هو اذا اليوم نقدر نقول لك باللي احسن طريقه في المستقبل اللي ممكن تساعدنا باش نجدد الاحتياط، نزيد في الاحتياط في المستقبل، هو تحسين نسبة الاسترجاع، لاميليوراسيون دي طو دو ريكوبيراسيون. قلت لك حاسم سعود 27% حاليا، 27 أو 28، لو كان تزيد نقطة برك يعني طلعوا 29 أو 30%، يعني هذا يساوي أكبر اكتشاف اللي ممكن لمديور مدة نقطة فقط، اللي يعني حق العملاق. على باليش شحال فيها، بالك اكثر من مليار برميل، ولا اذا لما دير 1% ده مليار دو باريل سي انورم. وهنا سؤال، ولكن حل لان حق المسعود حاسم سعود كبير، ماشي حقل كبير، وهذه القضيه مهمه، لكن
اليوم مجمع سوناتراك يعني الذي راهن منذ سنوات على تحسين أداءاته تقنيا وبشريا وغيره، هل هو مؤهل لهذا الأمر وما مدى حاجته للشريك الأجنبي السيد عطاء؟ لأنه رهان المعذرة حتى تكوين إطارات ورسك لا يبقى دائما متواصل، لأنه هناك ناس ربما خرجت تقاعد وفي عملية توظيف تتم على مستوى المجمع، لكن هناك حاجة دائما لشريك أجنبي لأنه الله يبارك يعني حسب لسبب تقني، يعني لسبب يعني تقني لازم الواحد لازم الواحد يكون متواضع ويكون صريح. كل التقنيات التكنولوجية ديكسبلوراسيون تاع في مخص الاستكشاف، في مخص الانتاج، في مخص التحويل، في مخص كلها مصنعه في البلدان الغربية. يعني ما احنا محسب رانا نخدموا احنا لي زاباراي فوراج ولا نخدموا كما نقولوا احنا لي نوفل تكنولوجي ولا كلها نستوردوها، لازم الواحد يكون وهذا وتتحكم فيها الشركات الأجنبية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الاستثمار. على بالك باش دير استكشاف مثلا باش تكتشف منطقة لازم احنا نسميوه لو ريسك التكنيك ولو ريسك فينانسي. نعم شوف الخطر التقني والخطر الخطر التقني والمالي. لماذا؟ لأن الفترة الأولى لما تروح دير الاستكشاف مدة 3 سنوات أو 4 أو 5 سنوات أنت تروح تكتشف عن النفط والغاز، يعني تستثمر كثير 50-100 مليون دولار. البئر الواحد اعتقد انه لا مش بئر واحد تعمل مسح زلزالي. نعم. بئر 2-3 البئر قيمته اعتقد بين 10-15 مليون دولار ما يزيد. لا تاع الاستكشاف تقدر تقول حوالي 10 ملايين. نعم. ولكن لما تروح مثلا تحفر اذا في الاوف شور مثلا في البحر، في البحر يسوى حتى اكثر من 50 مليون دولار. وهذا احتمال بئر واحد هو بيان سور ممكن تلقى ممكن ما تلقاش. وهنا تقسم هذا هو اللي يسموه الخطر التقني وخطر مالي. لان في الفتره نتاع فتره الاستكشاف لا بيريود ديكسبلوراسيون اذا ما اكتشفتش وما لقيتش نفط ولا ما لقيتش غاز ما عليك الا تهز قشك وتروح. اذا لو كان سوناتراك هي بوحدها تروح وحدها تاخذ هذا الخطر، يعني صافودير هي اللي تروح تخسر ممكن. وعلى بالك نسبه الاكتشاف يعني لو طو دو ريوسيت اون جينيرال سي 1/5 تو في 5 بي ديكسبلوراسيون 5 ممكن تكتشف في واحد ولكن 4 اخرين لغالب ما كان والو. دونك لو كان سوناتراك تروح وحدها صافودير هي تاخذ الخطر التقني والمالي. اما لما تجيب شريك اجنبي راه هو اللي ياخذ المسؤوليه هذه في الخمس سنين هذوك 3 ولا 5 سابقا لكم، هو اللي يحفر هو اللي يستثمر هو اللي ياخذ المسؤوليه ولو يخدم مع سوناتراك ولو سوناتراك راهي داخله معاه في 51%. اذا اكتشف حاجه سوناتراك في هذاك الوقت تعوض ال 51% نتاعها ترمبورسيها في فتره الانتاج ماهوش تمثم يعني محسوب تمد انشاك. لا ما تمدش الصك هذا كي دير اكتشاف لازم تشوفوا له عنده اقتصادي يعني فيه مردوديه ولا لا. لما يكون فيه مردوديه ويتطور ويبدا ينتج في هذاك الوقت سوناتراك تبدا تسدد الحصه تاعها. طيب ولكن اذا ما اكتشفناش حاجه الشركه الاجنبي هو اللي ياخذ هو اللي يتحمل المسؤوليه هذيك. سوناتراك ما تعطيه والو ولا الدولة الأجنبية ولا إذا كانت خسارة على طرفين ولا كانت فيه الحمد لله نتيجة لا لكن لكاين ربح على الطرفين وحتى فيما يخص لوكو السعر ولا كان فيها غير الخسارة. الخسارة على الطرف الأجنبي. هل هذا يجب مستثمر أجنبي أو يشجع؟ طبعا لا في البلدان في كل البلدان يجب. ولكن لازم تغير مع تغير المحيط. تغير المحيط سواء التقنية واليوم على بالك نسبة الاستكشاف لو طو دو ريوسيت اون الجيري لي بوكو بلو فابل. لماذا؟ حجم الاكتشافات ملي رايح ينقص يعني الحقول اللي ممكن تكتشفها ملي رايحة صعبة تحتاج أموال كبيرة تحتاج تقنيات جديدة وملي رايحة تكون صغيرة. وكشفت السوق البرميل راه الان يعني نعم. يعني باش يرجع ل 120 هذا مستحيل بلاك. اذا لازم تغير القانون، لازم تكون مع الواقع. وهذا يخص في كل البلدان كل المناطق اللي ممكن فيها نفط وغاز. ما بقى ثاني غير النفط والغاز
غير تقليدي للنون كونفونسيونيل، الغاز دو شيست الغاز الصخري اللي يهضروا عليه. في الولايات المتحده راهي خذات في خطوات كبيره، هي لان تتحكم في كل شيء، وعندها الاموال وعندها السوق وعندها الاحتياج وعندها كل شيء. ما نقدرش نقارن الولايات المتحده مع الجزائر، لما جا مقارنه. لكن خلينا نختصر هذا المحور اخيرا سيد عطاري، المنظومه القانونيه والجبهه البتروليه في الجزائر هل بحاجه الى ضروره تغيير ربما متوسط او كبير كي نستقطب عدد اكبر من المتعاملين؟ لا متوسط فقط، انا نظن يعني جلب الشركات الاجنبيه حقيقه لازم نغير القانون، قانون المحروقات الحالي باش نطابق مع الوضع الدولي. والعقود المباراه تكون بيني فيك لا، العقود اللي راها مديوره خلاص هذيك تبقى تمشي مع القوانين القديمه القادمه، لان اي قانون جديد ما يطبقش على العقود اللي راها اللي قديمه اللي قبل. اذا لازم يتغير باش نطابق مع الوضع الحالي سواء الدولي ولا المحلي. ولكن القانون يعني ماشي هو اهم حاجه، حتى الجبايه ماشي نظرهم. اذا لازم تطبق بيان سور الجبايه، لازم تشوف كيفاش يعني كما نقول حنا ديرها حسب حجم الاستثمار، حسب سعر السوق النفطي والغازي. نعم. حسب كيفاش يقولوا له، حسب الاحتياج ثاني نتاع الوطن، حنا ثاني ونحتاج نفط وغاز دونك. ولكن اهم شيء هو المحيط نتاع الاستثمار، لو كليما دي زافير. يعني بكل صراحه لازم نستعرف البيروقراطية، لا لونتور دون لي ديسيزيون، البطء في تنفيذ الأوامر، في تنفيذ كل ذاك. يعني هذا هو الشيء اللي يعني حاليا اللي راه يضر كثير ميدان النفط والغاز، يعني سواء في الاستكشاف ولا الإنتاج ولا هذا، يطرد بيروقراطية الجاري على مستوى التراخيص، على مستوى على مستوى كل القطاعات. يعني بكل صراحة بدون استثناء، مش غير ما لازمش نتكلم. ولما نقول بيروقراسي، لا بيروقراسي مش سوناتراك فقط يعني، ولو سوناتراك حتى فيها بعض البط يعني دي لونتور دون لا بريز دو ديسيزيون، وهذه يعني معروفه، وحتى المدير العام يا اخي استعرف بها وقال لك يا ترو دو لونتور يا ترو دو. ولكن لما تروح للوزاره نفس الشيء، لما تروح للوكالات المسؤوله عن القطاع هذا اللي المفروض هي اللي تسجع الشراكه وتسجع لتروك، يعطلوا البيروقراسي. وهو ما ينفر ربما المتعاملين الاجانب. ايه بيان سور سبحان الله، حتى ولو ما ديكوراجيس كما نقولوا حنا المتعامل او الشريك الاجنبي يجي ويستثمر معاك، ولكن راح يدخل في الحسابات نتاعو سعر. هو يقول لك لا بيروقراسي لو طون سي دلارجون، الوقت ذاك يدخلها في كما نقولوا حنا في ليكون نتاعو. يقول لك انا في بلاد اخرى مثلا حاجه يعني كما نقول احنا مشروع نديره في عام ويستقام لي كذا 100، اما في الجزائر المشروع راح ندير عامين ويستقام لي 150، هذوك ال 50 زياده هذاك يدخلها في وفقا لخبرتكم. وهذا مش في فائده الجزائر. وفقا لخبرتكم سيد عبد المجيد عطاري، يعني لو قارنا ولا ابحث عن مقارنات لكن من باب المرور لما هو افضل نتمنى ذلك، مقارنه بباقي الدول، الاجراءات الخاصه بابرام هذا العقد والشروع في التنقيب وكذا، كم تاخذ معدل الوقت يعني عمليا يعني في باقي الدول؟ اي الدول النفطيه البتروليه عاده واش مثلا وقت يعني تاع القانون ولا التطبيق؟ نعم دوك هو لو كان في بلدان اخرى على بالك لما القرار يكون يتخذ على مستوى مثلا الوزاره والى رئيس الحكومه ولا بسرعه بدون ما يفوتوا على كيما نقولوا حنا برلمان ولا ما حنا عندنا الامور كيفاش تمشي. آليات القانون لازم يندرس ويندار على مستوى الوزاره، بعدها يطلع للحكومه ويقدر يروح ويرجع، ومن بعد يروح للبرلمان، ومن البرلمان لمجلس الشيوخ، وهي رايحه يعني يطلب كثير، يطلب عاده في العوام اللي فاتوا كان يطلب على الاقل عام عامين. وانا نتمنى ان المره هذه لان الان يعني استعجال الوضعيه وضعيه تتطلب
السرعه، غيروا القانون انا نتمنى يغيروه بسرعه، لان اذا ما غيروش بسرعه كل ما نغيب شهر كل ما نغيب عام رايح نغيب فرص للشراكه وممكن فرص لتجديد الاحتياط نتاعنا. طيب سؤال اخر سيد عبد المجيد عطار، ما اهميه خلق صناعه وطنيه لمعدات واجهزه صناعه الطاقه المتجدده لتفادي الوقوع في خطا استيرادها؟ يعني قضيه انتقال الطاقه وانتم ادرى بهذا الملف، فائده حال لان نشوف الان حاليا النموذج الاستهلاك الطاقوي نموذج كونسوماسيون انرجيتيك راه يتغير على مستوى العالم كله، لان الاحتياط نتاع النفط والغاز اللي رايح ينقص على مستوى العالم، الانتاج اللي راح ينقص، الشعوب الدول حتى المواطن اللي رايح يكون واعي فيما يخص حمايه البيئه على بروتكسيون دو لونفيرونمون، حتى عفوا الاتحاد الاوروبي ربما الذي ربما يسافر من الجزائر منذ عقدين او ثلاث عقود، يعني هو الان يتجه الى طاقات متجدده. كل البلدان محرين. كل البلدان حتى فيما فيها اللي عندهم النفط والغاز، لما تشوف السعوديه ولا نتكلم عندهم نفط وغاز كثير وكل، ولكن هما كذلك يتوجهوا لطاقات متجدده لاسباب يعني موضوعيه. اذا احنا ثاني كذلك، وهذا التوجه هذا التوجه يعني ان في المستقبل، يعني مش 10 سنين بك فقط ولا 5 سنين، قرن قرنين بلاك، كل العوام اللي جايه رايح نستهلك اكثر فاكثر الطاقات المتجدده. اذا من الاحسن تكون عندنا صناعه الطاقات المتجدده، ولكن هذا صعب. يعني هذا ما هي الصعوبه؟ ما الصعوبه؟ واش غدوه اللي راح نحن نروح نخلق او نحسب لي بانو فوتوفولتايك، هم يقولوا دوك الشركه الفلانيه بدون ما نسميها يدير دي بانو، ما يديروا والو، راهم يجيبوا لي سيلول ويديروا لهم اسامبلاج كومباكتاج ويبيعوهم تركيب فقط. فقط احنا رانا نصنعوا احنا غدوه لي باتري نوفال، يعني اللي تمشي تقدر تخزن الطاقه اللي تحتاجها مثلا لمده طويله، لان الطاقات المتجدده المشكل نتاعها هو كيفاش يقولوا لها ستوكاج دينرجي، تخزين الطاقه لما ما يكونش الشمس ولا ما تكونش الريح ولا. اذا احنا ما راناش نخدموا الصوالح هذو كاع، رانا نستوردوهم. اذا من الاحسن ما يعني عفوا سيد عطال، لانه ولكن مهمة يعني هي كبدايه على الاقل موفقه ومليحه، لكن نفهم من كلامكم انه هذا التركيب اصلا من المبني على الاستيراد يجعل انه السعر يكون ربما اكبر من انه يكون صناعه حقيقيه 100%. بالمئة لا، ما انا ما نظنش الان، حتى اوروبا سك ولاو شويه لورا، لان فيه منافسه على مستوى الدول، على مستوى الدولي. الصين الان ما كاين حتى واحد ينافسها في هذا الميدان، هي اللي راها تصنع كل اللوائح الشمسيه هذيك، وهي اللي تصدرها لاوروبا والامريكا. امريكا هي بدات تجيب من الصين، دونك يعني المنافسه صعيبه جدا. احنا باش نقدر ندير صناعه بصح تطلب وقت وتطلب جهود وتطلب استثمارات ثاني كذلك، تطلب قوانين ثانيه وربما دعم ودعم من الدوله. اذا ما كانش دعم، هاك تشوف يا اخي البرنامج فيه 22000 ميجاوات، القرار كان في 2011، اليوم رانا في 2018 شحال درنا؟ 450 ميجاوات طاقه توليد الكهرباء المتجدده. يعني رانا متأخرين كثير بكل صراحة. عفوا سيد عطار، سؤال هنا في سياق قبل أن نتحول إلى نقطة أخرى، هل مشكل هذا التأخر يعني وفي مجال صناعة الطاقة المتجددة قضية استيرادها وتركيبها عوض الصناعة حقيقية 100%، أم أنه ما عندناش إطارات؟ ما فيش إطارات تكون؟ لا فيه إطارات، لا الإطار الإمكانيات البشرية بلاك يحتاجوا شوية تكوين إضافي ولا الإطارات موجودة. أنا مؤخرا حضرت في مؤتمر فيما يخص الطاقات المتجددة، وإن جهة كاين واحد من اللي تكلم على كل المخابر اللي موجودة الآن، كل الجامعات الجزائرية على مستوى كل الولايات كلهم عندهم ديبارتمون فيما يخص يعني جناح نتاع الطاقات المتجددة، يعني يديروا أبحاث ويديروا الإمكانيات البشرية كاينة، ولكن هذا ما يكفيش ثاني كذلك، لازم تشجيع، لازم اموال، لازم امكانيات تقنيه، ولازم ذهنيه تؤمن بهذا الامر. سؤالي هنا بالضبط سيدي الكريم، يعني كيف نفسر عدم توافق الكفاءات؟ يقول البعض
المتخرجة من الجامعة مع محتاجيات السوق، وبالضبط يعني أكثر، هل تعتمد الجامعات ومراكز البحث العلمي ذات علاقة بالنشاطات البتروكيماوية، هل يوم اعتمد في ليها ناسون أطراق لأنه هو مجمع الله يبارك يعني الجزائري فيما يخص البتروكيماوية ولا في كل الميادين؟ يعني في كل ميادين متعلقة في كل الميادين. شوف الآن نقدر نقول لك أنا نتأسف كثير أن الجامعة الجزائرية فيما يخص تكوين الإطارات، وخاصة يعني الإطارات يعني اللي بعد الليسانس ولا بعد، يعني ما كانش تعاون مع الشركات مع الميدان الصناعي كما في البلدان الأخرى. البلدان الأخرى كل الجامعات تشتغل مع الصناعة بصفة عامة ذاك الموند اندستريال، يعني لما يكون إطار، الإطار هذا 50% يروح يعديه في الميدان، يتعلم في الميدان، لأن القراية في الأمفيتياتر ما تكفيش، لازم الواحد يروح في الميدان. وإحنا عندنا شوف النيتوديو وإلا يعني سواء قريب يكون مهندس وإلا دكتورة وراح يدير الدكتورة باش يلقى ستاج صعب جدا، ألوركو في البلدان الأخرى يعني تقدر تقول بلي 50% من الوقت اللي في التكوين نتاعو يعديه في الميدان. يا با دو ريلاسيون اونتر لو سيكتور اندستريال اي لو سيكتور يونيفرسيتير، وهذا يعني نتاسف يعني بكل صراحه. سا سي بلوز امبورطون كلا لو بترولير، لو كان نولي نشوف، لو كان نغيروا الامور ونجي نحتم الميدان الصناعي باش يستقبل كل الاطارات اللي راح تتكون ويعطي الترابوس في هذاك الوقت، ممكن نطور بسرعه. سؤال اخير في ثواني لو سمعتم السيد عطار، يعني ما تعلق بالشركات والمجمعات الجديده هنا وهناك الجزائريه، ما مدى اهميه منحها بعض الصفقات كي تدخل مجال خدمات بتروليه عوض يعني استقطاب شركات عالميه دائما تستنزف اموال طائله؟ اليس من حقها ان تكون شريك في هذه العمليه؟ لازم نكون شركات جزائريه وخاصه دي زونتربريز بريفي، وممكن نعطيهم فرص باش يدخلوا في الميدان سواء في الاستكشاف ولا في الانتاج. يقدروا في البدايه يقدروا بشراكه مع شركات اجنبيه، ولكن بسرعه يقدروا ينتجوا، يبداوا بلاك ينتجوا الحقول الصغيره اللي وين جهه سونطراك راها خاسره، راها تخسر كل يوم. نعطيك مثال، واد جاتيريني هذا اللي راه ينتج قدام سيدي عيسى، يعني سونطراك راهي تنتج فيه بالخساره بكل صراحه، ماشي ما هي رابحه ولا والو. ولكن ليش ما نمدوش شركه صغيره جزائريه خاصه وخليها تنتج على روحها وهي تربح؟ طرحت لهم الاسئله مؤخرا في احد اللقاءات وقالوا بانه الشرط تجربه عام او عامين وهما ما بداوش بسم الله، يعني يبداو بسم الله. خليني نبدا من بعد لازم نتعلم، كاش واحد زاد ولا خلق في نهارو يعرفوا. نتمنى ان نؤمن بذلك. السيد عبد المجيد عطار الخبير الطاقه المدير العام السابق لمجمع صناعه الطاقه ونائب رئيس الجمعيه الجزائريه لصناعه الغاز، شكرا جزيلا على كرم الاجابه عن اسئلتنا. الموعد سيكون الاسبوع القادم معكم ضمن حضور فعاليه ايام التقنيه والعلميه لصناعه الطاقه بوهران. مستمعينا للتفاعل دائما صفحتي الفيسبوك بالعربيه ضيف الصباح الصفحه الرسميه والقناه الاولى وموقع الاذاعه الجزائريه راديو rjg.nz، وتعازينا مجددا لكل ضحايا وشهداء وشهيدات تحطم الطائره العسكريه امس بالبلاد. الله يرحمه.